ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع بأن مصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية عين سبع الحي المحمدي بالبيضاء عثرت يوم الأحد على شخص جثة هامدة به آثار جروح بالقرب من مقبرة ولاد زيان. وأوضح المصدر ذات أن الأمر يتعلق بشخص يعيش حياة التشرد. أظهرت المعاينة الأولى التي أخضعت لها جثته إصابته بجروح ما استدعى فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية للتأكد إن كان للأمر علاقة بجريمة قتل، ما مكن من الإطاحة بثلاثة مشتبه فيهم. وأكد ذات المصدر لماروك أخبار يومية بأن الشرطة العلمية تواجدت بعين المكان من أجل معاينة الجثة التي سيتم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريد التشريح الطبي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.